إنجاز قسم الإقليدية، يعني عندما يكون المقسوم كبيرا، حيث أن من طرق الإنجاز القسم الإقليدية نتبع طريقة المضاعفات. لكن إذا كان العدد كبير جدا، يعني المقسوم كبير والمقسوم عليه كبير، نتبع طريقة وهي طريقة بسيطة جدا. قلت مثلا عندنا هنا 7856، كم فيها من 243؟ هنا لإنجاز هذه القسمة عندنا المقسوم عليه 3 أرقام، بالتالي سنأخذ هنا في المقسوم 3 أرقام، هنا كذلك سنأخذ 3 ديال الأرقام. إذا 785 كم فيها من 243؟ هنا كما نتبع طريقة المضاعفات، قلنا طريقة المضاعفات عندنا 243 في ماذا؟ في 1، 243 في 2، 243 في 3، 243 في 4. هذه طريقة المضاعفات، لكن يصعب أن يعني نكتشف المضاعفات بسهولة. إذا ماذا نفعل؟ نقوم ب نأخذ الرقم الأول من المقسوم والرقم الأول من المقسوم عليه. إذا نأخذ هنا الرقم الأول وهنا الرقم الأول 7. إذا 7 كان فيها من 2، في نقول أن فيها 3. إذا 3 نضربها في 243، نقوم بعملية الضرب. إذا 3 في 3 9، 3 في 4 12، نكتب 1 ونحتفظ ب1، 3 في 2 6 و1 7، 749. إذا 729 عفوا، فهي أصغر من العدد 785، إذا فهي مقبولة، بالتالي سنكتب هنا العدد 3، نكتب هنا العدد 3. إذا ثم ننجز العملية. إذا 3 في 3 9، أكتب هنا 9، 3 في 4 12، اكتب هنا 2 واحتفظ ب1، 3 في 2 6 و1 7، ثم انجز عملية الطرح. اذا 5 ناقص 9، لا يمكن، اضيف 10، 15 ناقص 9 6، انزل ب1، 8 ناقص 3 5، ثم هنا 7 ناقص 7 0. اذا حصلت على 56. 56. 56 كم فيها من 243؟ لكن العملية ما زالت لم تكتمل، إذا هنا أنزل ب 6، هنا نقوم بالإنزال. إذا حيث مراحل القسمة هي القسمة، الضرب، ثم الطرح، ثم الإنزال. إذا 556 كم فيها من 243؟ هنا ما عرفتش مثلا شنو غادي ندير، غادي ناخذ مثلا الرقم الأول هنا 5، هنا الرقم الأول هو 2، وأقول مثلا بأن فيها 2. إذا سأقوم بعملية الضرب، 243 مضروبة في 2. إذا 2 في 3 6، شوف واش كتبان لكم هنا الصورة مزيان، 2 في 3 6، 2 في 4 8، 2 في 2 4، هي 486. 486 أصغر من 566، أصغر من هذا العدد هذا، بالتالي فغادي نكتب هنا العدد 2، سأكتب هنا 2. إذا سأقوم بعملية الضرب كذلك، 2 في 3 6، 2 في 4 8، 2 في 2 4، ثم أقوم بعملية الطرح هنا، نجد عملية الطرح، 6 ناقص 6 0، 6 ناقص 8 لا يمكن، هنا أضيف 10، 16 ناقص 8 8، ثم أنزل ب1، 5 ناقص 5 0. إذا الآن حصلت على الخارج الباقي عفوا أصغر من المقسوم عليه، الخارج هو 32. يمكن أن تتوقف العملية هنا، لكن إذا أردت أن أضيف، يعني أن أتمم العملية، يعني لو بغيت نكمل العملية غادي نضيف هنا 0 ونضع الفاصلة لو بغيت نكمل، حيث أن العملية يظهر من خلال هذا سميتو أنها لن تتوقف. إذا أضيف هنا 0 وأضع الفاصلة، هنا كندير الفاصلة، إذا هنا كنزيد 0 وهنا كندير الفاصلة. إذا 800 كم فيها من 243؟ شحال فيها؟ غادي نقول مثلا فيها 3، إذا باش نقول فيها 3 خصني ندير عملية الجداء، يعني 243 في 3، فسبق لنا درناها، هي عطاتنا 3 في 3 9، 3 في 4 12، اكتبوا هنا 2 واحتفظوا ب1، 3 في 2 6 و1 7، 729، هنا اكتبوا 729، ثم هنا انجز عملية الطرح. قلت هنا إذا العدد 3 فهو صحيح 3، إذا 3 في 3 هي نفس العملية اللي درنا هنايا، سأنجز العملية، 10 ناقص 9 1، لأن 0 ناقص 9 لا يمكن، نضيف 10،
ثم أنزل بواحد هنا تحصل على ثلاثة، هنا 10 ناقص 3 تساوي 7، ثم أنزل بواحد 8 ناقص 8 صفر، حصلت على 71. إذا هنا لقيت 71، 71 العملية مازال ما كملت، غادي نكمل العملية، يعني سأضيف هنا الصفر، غادي نزيد نضيف واحد الصفر هنايا، غادي نحصل على 710. 710 كان فيها من 243، أقول مثلا أن فيها اثنان، إلا فيها اثنان مثلا غادي تكون عندنا 486، إلا فيها ثلاثة راه تعطينا 729، إذا هذا 729 أكبر من 710، بالتالي غادي نقول بأن هناك اثنان، اثنان في ثلاثة ستة، نكتب هنا ستة، اثنان في أربعة ثمانية، اثنان في اثنان أربعة، إذا سأنجز هنا عملية الطرح، صفر ناقص ستة لا يمكن، إذا نضيف عشرة، 10 ناقص 6 أربعة، أنزل بواحد، هنا 1 ناقص 9 لا يمكن، إذا 11 ناقص 9 اثنان، ثم أنزل بواحد، 7 ناقص 5 اثنان، 224، 224 كان فيها من 243، هنا العدد يعني هذا أصغر، بالتالي سأضيف عاوتاني الصفر، نزيد عاوتاني صفر آخر، ونبقى مستمر في العملية، بالتالي أن العملية لن تنتهي، يعني أن هذه القسمة هذه قسمة غير مضبوطة، قسمة غير مضبوطة، العملية ما غاديش تنتهي، بحال قلنا مثلا 10 مقسومة على 3، بحال قلنا مثلا 10 مقسومة على 3، هنا 10 كم فيها من 3؟ فيها 3، 3 في 3 9، أكتب هنا 9 ناقص، إذا 10 ناقص 9 أو 0 ناقص 9 لا يمكن، نضيف 10، 10 ناقص 9 كيبقى لنا هنا 1، ثم نزيد بواحد، 1 ناقص 1 0، هنا 1 يعني أصغر من 3، شنو كندير؟ كنضيف هنا الصفر وأضع الفاصلة، أضيف الصفر وأضع الفاصلة، 10 كان فيها من 3، فيها 3، 3 في 3 9، أكتب هنا 3 ثم أنجز العملية، إذا هنا غادي نحصلوا على نفس 10 ناقص 9 1، أنزل بواحد، 1 ناقص 1 0، إذا 1، ثم أضيف كذلك الصفر، 10 كان فيها من 3، 3، 3، إذا العملية لن تنتهي، لن تتوقف، نقول أن العملية لن تتوقف، إذا العملية مادام أنها لم تتوقف، سنقول بأن هذا الخارج أو القسمة غير مضبوطة، غير مضبوطة، في حين سنرى العملية المضبوطة، إذا هنا قسمة غير مضبوطة، هذه كتسمى قسمة غير مضبوطة، سأكتبها هنا، قسمة غير مضبوطة، لكن تعرفنا على طريقة الإنجاز ديال القسمة الغير مضبوطة. ثم يمكن نتعرف هنا على، سنتعرف من خلال هذه القسمة هذه 30 على 4، 30 على 4 كي ننجز هذه العملية نبدأ بالعدد الأول، 3 لأن عندنا هنا رقم 1، غادي ناخذ رقم 1، 3، 3 كم فيها من 4؟ هنا لا يمكن، بالتالي أن العدد 3 أصغر من 4، غادي ناخذ رقمين، 30 كم فيها من 4؟ إذا 30 شحال فيها من 4؟ أكيد أنا غادي نمشيو للمضاعفات، سواء قلنا المضاعفات أو المضاعفات أو نقول أن هذه القسمة مثلا فيها واحد الرقم من مثلا 7 ولا، إذا غادي نقول مثلا فيها 7، ف7 سنجز هنا العملية، 7 في 4، 7 مضروبة في 4، 7 في 4 كم؟ تساوي 28، إذا 28 أصغر من 30 فهذا صحيح، بالتالي سنكتب هنا العدد 7، 7 في 4 28، نكتب هنا 28 ناقص، إذا 0 ناقص 8 لا يمكن، هنا أضيف 10، هنا كنضيف هنا 10، 10 ناقص 8 تساوي 2، أنزل بواحد، 3 ناقص 3 0، إذا هنا أعطتني الباقي أصغر، هذا الباقي أصغر من 4، بالتالي فالعملية صحيحة، لكن إذا بغيت نكمل العملية يعني حتى تتوقف العملية، يعني العملية مازال ما وقفت، سأضيف الصفر، أضيف الصفر وأضع الفاصلة، غادي نزيد هنا الصفر، هو ما كاينش الفوق، ما كاينش هنا، ولكن غادي نزيدو، وغادي نزيد هنا الفاصلة، إذا حصلت على 20، 20 كان فيها من 4؟ فيها 5، 5 في 4 تساوي 20، إذا هنا صفر ناقص صفر صفر، 2 ناقص 2 4، 2 ناقص 2 صفر، إذا هنا حصلنا على الباقي صفر، هذا الباقي قلت دائما هذا هو الباقي.
وهذا هو الخارج. الخارج ومن خلال أن القسمة توقفت والخارج إذن الخارج لا يهم يعني كيف ما كان، لأن الباقي صفر والقسمة توقفت يعني القسمة واقفة، نقول بأن هنا هذه القسمة مضبوطة، يعني هذا الخارج ده هو الخارج المضبوط، خارج المضبوط. لماذا؟ لأن القسمة توقفت ونقول أنها قسمة مضبوطة، إذا القسمة مضبوطة. يمكن أن ننتقل إلى قسمة أخرى، مثال آخر، يعني 78 كان فيها من 78 مقسومة على 3، ف78 عندنا هنا 7، يعني في الرقم الأول أكبر من 3، يمكن نأخذ رقم 7 فقط، 7 كان فيها من 3 فيها 2، 2 في 3 6، إذا هنا قم بعملية الطرح هنا، 7 ناقص 6 1، ثم أنزل ب8، هنا كنديرو الإنزال. أو الإنزال أنزل ب8 سأحصل على 18، 18 كم فيها من 3 فيها 6، 6 في 3 18، هنا 18، ثم 8 ناقص 8 0، 1 ناقص